الو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا اخي انا تعبت من هذا البارح، يبي تشتري علي يديك بيها. البارح متى؟ البارح. قول لي اعطيتوها دواء في الاسبوعين الاخيرين؟ لا لا ما عادش معطيها دواء، ما ماتت موتة طبيعية. طبيعية. ماشي ماشي، انا بشيع لك يوسف، كمان شوي يوسف بيكون عندك غاد بيشيلها. طيب زين، ماشي شكرا لك. زياد، بالنسبة للحلال اللي بموت، المربين المواشي طبعا بتموت عندهم شاة، اليوم ايش بيعملوا فيها حسب رايك؟ انا بعرف انه بيرموها في الوديان، ان ايش انت بتشوف الظاهرة هذه؟ قديش بتأثر عليك وعلى السكان؟ الظاهرة هذه بتأثر علينا كثير جدا، وهذه ظاهرة خطيرة لجميع السكان، فهذه أشياء غير منطقية. يعني اللي بيسووها الناس اليوم، اللي بياخذ الحلال بيرموه في الوديان وتطلع رائحة كريهة، هذا تقدر تضر كل الأطفال وكل الأم يعني الموجودة حولها، يعني هذه بيئة غير مطلوبة. مرحبا شباب، كيف حالكم؟ أهلين، سلامات سلامات. من وين؟ من رهب؟ قول لي، في شفت حلال كثير ميت الناس بيرموه هنيا؟ كل الكلاب هنا، والكلاب بتاخذ الأمراض بتفوتها. وين ما انتم ساكنين غاد؟ أو على الحلال. طيب هاي ورقة أقراها في البيت، أقراها لإخوانك ولأبوك ولأمك. الناس يمكن مش واعية للأمور هذه، الأمراض هذه أمراض صعبة، بما أن في ناس يعني مرضوا فيها، مثلا المرض تبع جرثومة الإيخونوكوكوس، في حالة ما أن كلب يأكل رأس غنم مصاب وبيجي في نطاق البيت وبيعمل وسخ وبيدهك عليه الولد بإيده أو برجله، في حالة من هالنوع ممكن يصير عنده كبد بيكبر وبيصير عنده مشكلة، وفي حالة من هالنوع ممكن أن يوصل لموت. في الليل الكلاب بيجن على 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 بيت حدا من الأهالي، وهذا حدا من الأهالي بيجي بحط لرأس غنم مثلا السموم، والسموم هذه لها تأثير بشكل مباشر وغير مباشر، بتقتل، ممكن تقتل الكلاب، وكمان تقتل طيور جارحة وحيوانات برية ثانية. سلطة المحافظة على الطبيعة اليوم تقريبا الناس نحن بنشتغل احنا وياهم على الامور هذه، يعني في حالة ما ان في انسان مات عنده اي حيوان، يعني كان قبل فترة، قبل اسبوعين كان في جمل توفى، مات في واحد من الحارات، اتصلوا علينا، اتصلنا على سلطة حماية الطبيعة وجو بالسيارة رفعوا. احنا بنفضل ان يتصل ونجي من عندنا اخذها، لان ممكن يكون اخذ الدواء او تطعيم، وفي بعض التطعيم بيأثر على الطيور، فالمفضل ان يتصل ونجي من عندنا اخذها عشان نعرف بالضبط كل حيوان ايش اخذ قبل فخر اسبوعين. اذا اخذ دواء معين فممكن ان يضر، ما بنقدر نطعيم، بنحطه في مطرح ثاني، يعني بنحطه في مطرح ثاني للحيوانات ما يقدر يصلنا. محمود شكرا، الله يحييك، والتوفيق ان شاء الله. الله يحييك. اهلا وسهلا. توفيس، نسر أنثى لقيوها السواح في أمس، لقيوها كانت عيانة وأخذوها على المستشفى البيطري وعالجوها، واليوم بدنا نرجعها إلى الطبيعة. نحن نريد أن نحافظ على التوازن الطبيعي، ويوجد لدينا الحل للمشكلة. تعالوا نحافظ على الطبيعة كي تحافظ الطبيعة علينا وتبقى النسور في أجواء بلادنا.